مشجعو كرة القدم ونحن الجمهور العربي حبسنا أنفاسنا بالأمس خلال مباراة المغرب ضد كندا. حول هذه المباراة وتوقعات لمباريات اليوم نستضيف معنا المعلق الرياضي خالد الغول الذي يطل علينا مباشرة من الدوحة. أستاذ خالد صباح النور وأهلا بك. أهلا بك أستاذ ميلاد، صباحك. يعني كنا بحلقات سابقة تحدثنا عن أهمية الفريق المغربي وعن إلى أي مدى جهوزيته للانتقال إلى مراحل متقدمة من المونديال، لكن كيف نشرح للمشاهدين ما جرى بالأمس؟ أي نقاط قوة أظهرتها مباراة الأمس للفريق المغربي برأيك؟ المنتخب المغربي في هذه البطولة حقيقة يعني كان السؤال الذي يسأل قبل بداية البطولة، من هو المنتخب العربي الذي ترشحه أن يصل إلى دور 16؟ كانت الإجابة تتجه مباشرة إلى المنتخب المغربي. نعم. لماذا؟ لأنه منتخب أعد بطريقة ممتازة، لديه أسماء كبيرة، محترفون بمعنى الكلمة، الذين لعبوا مع الفريق والذين قادوا الفريق ليتأهل إلى دور 16. فبالتالي كانت الترشيحات كلها تصب في صالح المنتخب المغربي. لكن أذكر أنه في مونديال 2018 كان نفس المنتخب، كان هناك العديد من عناصره وكان ترشيحات تقول أن المنتخب المغربي سيتأهل، لكنه لم يتأهل بفوارق بسيطة جدا. فبالتالي كرة القدم أحيانا قد لا تمنحك ما تستحق، هذا كان الخوف على المنتخب المغربي أنه قد لا يتأهل، ولكنه يعني هذه المرة كان أكثر انضباطا، أكثر التزاما، أكثر جدية في التعامل مع المباريات، وجمع 7 نقاط. وهذا الشيء يحصل لأول مرة أنه منتخب عربي يحصل على 7 نقاط، يعني على فوزين وتعادل في الدور الأول. وليس هذا فقط، الفريق وصل إلى 18 هدف، الفريق يعني لا يخسر للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في دوري في كأس العالم بعد مونديال 86 اللي أيضا لم يخسر به، فواضح أن المكاسب كانت كثيرة جدا. والسؤال الآن يعني يطرح نفسه، هل المنتخب العربي المغربي المتألق جدا جدا هل سيواصل إلى ما بعد دور 16؟ وهذا الشيء الذي لم يتحقق حتى الآن. تحققت 4 مرات تأهل المنتخبات العربية إلى دور 16 من خلال المنتخب المغربي 86، المنتخب السعودي 94، المنتخب الجزائري 2014، والمنتخب المغربي مرة أخرى 2022. طيب خليني أسألك لكن سؤال أستاذ خالد بطريقة مختلفة، ما المطلوب برأيك من المغرب اليوم حتى ينتقل؟ وهون كمان قلت أنه ربما كان عنده نفس يعني هما سؤالين أيضا عن المغرب، كان عنده نفس اللاعبين، لكن ألا تعتقد أيضا أنه حنكت المدرب الجديد يعني وليد للفريق وطريقة تعامله مع الاستراتيجيات اللي عم يتبعها كان لها برأيك أثر إيجابي على ما يعني ما قدمه الفريق؟ المدرب السابق للمنتخب المغربي خليل خوزيتش هو مدرب بوزني عالمي ومدرب صاحب سمعة كبيرة وإمكانيات رائعة، ولكنه يمكن تعامل مع اللاعبين بنوع من الفوقية. يعني لما يكون عندك لاعبين نجوم أعتقد صحيح المدرب هو الربان، هو صاحب القرار، ولكن عندك لاعبين يجب أن تتعامل معهم بنوع من الاحترام. هذا الشيء لم يحققه خليل خوزيتش. فبالتالي لما تم استبداله ماذا فعل وليد الركراكي، وهو يعني لاعب قديم في المنتخب المغربي؟ صحيح. في 2004 كان الظهير الايمن الاساسي لما المغرب وصلت فاينل بطوله افريقيا. وليد الركراكي رجع اللاعبين، يعني رجع حكيم زياش، رجع مزراوي، جعل صفوف الفريق تلتئم وجعل الفريق يلعب بمعنويه عاليه جدا، التزام، انتماء، حب لما يفعلوه. فبالتالي نقل الفريق نقله كبيره جدا جدا فنيا ونفسيا وذهنيا، فهذا كله انعكس على النتائج. وتحقق هذا الانجاز، وبالتاكيد وليد الركراكي الان سيتحول من مدرب، مجرد مدرب كان يدرب انديه محليه في المغرب، الى مدرب عالمي وسيكون مطلوبا، لكن اعتقد ان مسيرته طبعا ستتواصل. الان المباراه القادمه مع إسبانيا، يعني مباراة المغرب الآن تأكدت ستكون مع إسبانيا. إسبانيا ليس منتخب بسيط أبدا، ولكن هذا المونديال أثبت أنه ممكن الفوز عليه. اليابان يوم أمس كانت خاسرة أمام المنتخب الإسباني، ولكنها قلبت النتيجة وفازت على المنتخب الإسباني اللي تأهل كثاني مجموعة. المغرب وإسبانيا هذا ديربي أيبيري ممكن نسميه، لأنه يعني بلدين جارين. صحيح. ولكن طبعا أول مرة بيلعبوا في هذا اللقاء الكبير جدا،
والمباراة حتكون يوم 6/6، يعني باقي لها لسه 4 أيام. أستطيع أن أقول يعني أنه إن شاء الله الفرصة قوية للمنتخب المغربي يستطيع أن يتمسك بها حتى النهاية، والعملية الآن تصل إلى مباراة إقصائية، يعني مباراة إقصائية تعني أنه يجب أن تفوز ولا يوجد مكان للتعادل. نعم، هون عندي سؤال، يعني إذا بتتابع وسائل التواصل أستاذ خالد، ترى أن هناك عبارة تتردد كثيرا عبر الشاشات أيضا وعبر وسائل التواصل، وهي أن مونديال قطر هو مونديال المفاجآت، والمعني بذلك أي أن فرق ما كنت بتعهد أن تصل وتاخذ إذا بدك شوط أطول عم توصل، وفرق كنت بتعهد أن كأن ضامن النهايات تخسر وتخرج من يعني من أول مرحلة على غرار ألمانيا. هل يعني هذا التوصيف بعالم الرياضة، هل هو توصيف منطقي حقيقي؟ ولما برأيك لم تصمد ألمانيا رغم أنه من المرة الأولى التي لم تصمد فيها؟ طبعا المانيا معروف عنها، يعني كانت صاحب المانيا هي طبعا صاحبه اكثر المشاركات في الادوار صحيح النهائيه، اما مباراه فاينل اما مباراه سيمي فاينل. المهم ان المانيا تقطع اكبر شوط ممكن في مشاركاتها. لم يحصل مع هذا في روسيا 2018، هو يتكرر من جديد هنا صحيح في 2022، والتوقعات كانت كبيره من المنتخب الالماني لانه عنده مدرب ممتاز جدا اللي هو فليك، ولكن فليك لم يستطع ان يقود هذه المجموعه التي وضح بالفعل انها اظهرت المنتخب الالماني او الكره الالمانيه في ازمه، لانه لا وجود للمقارنه ابدا بين المانيا التي شاركت في هذا المونديال وخرجت، والمونديال قبل الماضي 2014 لما المانيا فازت باللقب في قلب البرازيل. فاعتقد نعم هناك تغيير كبير على خريطه الكره العالميه. المانيا ها هي تخرج طبعا من البطوله، ايضا شفنا حتى يعني اسماء اخرى، ايطاليا لم تتاهل اصلا الى نهائيات كاس العالم، وهؤلاء كلهم ابطال سابقون. يعني واضح جدا انه في تغييرات كثيره في الكره، يعني بلجيكا مثلا ثالثه المونديال الماضي خرجت من الدور الاول. في شيء يحصل، في فرق جديده بدات تدخل على المنافسه، فرق من اسيا، فرق من افريقيا، فرق يعني اصبحت تتاهل على حساب هذه المنتخبات الكبيره، وهذا نذير على ان هناك في تغييرات كبيره جدا في الكره العالميه، في اسماء جديده، وهذا يعني يجعلنا اكثر متابعه واكثر يعني انشداد لكاس العالم، خاصه مفاجاته كثيره، وخاصه ايضا ان هذه المنتخبات تعتبر جديده وقادره على ان تصنع نتائج متميزه. ايضا من الامور يلي يعني انا عم هيك عم بنقول لك المتابعات ايضا عبر مواقع التواصل، توقف امبارح المتابعون عند الحكم السيدة التي يعني قامت بتحكيم المباراة. هلا طبعا يعني هذا النوع، يعني اذا بدك هذا الحدث كان له ردود فعل الإيجابية كثيرة، لكن ايضا لا يخلو الامر من بعد اذا بدك التمييز الجندري حول انه الحكم ان تكون الحكم مرأة، وهذا شيء مؤسف يعني ان نرى ايضا يعني أن تتدخل ليس فقط السياسة في الرياضة لكن أيضا التمييز الجندري، وهنا تحية لهالسيدة يلي قامت بهذا التحكيم، يعني والنكت يلي صدرت بحقها أيضا يعني شيء بالنسبة على القليل بالنسبة لي شخصيا مؤسف. لكن كيف ترى هذا الموضوع، وهل يؤسس مونديال قطر لوجود نسائي أكبر على بهذه اللعبة المتهمة بعض الشيء بالذكورية؟ والله هذه الاتهامات قلت كثيرا، لأنه يعني كرة القدم للنساء موجودة بقوة على الخريطة العالمية من خلال مونديال نسائي، من خلال بطولات نعم، قارية ما هو نسائية، من أستاذ خلال خالد ولو قطعتك اسمح لي، لأنه البعض حتى تفضل بيعتبر تفضل كرة قدم للنساء هو أيضا شوي العبارة في البعض بيتحفظ عليها، يعني أيضا وجود نعم النساء والرجال بهالنوع من كرة القدم، يعني من بين الحكام من بين العناصر الفاعلة وغيرها. أنا كمعلق رياضي لطالما علقت مباريات كرة نسائية وكنت أشاهد حقيقة أشياء رائعة جدا، لا أقول أنها تماما مثل الرجال، ولكن كنت أشاهد بالفعل يعني أداء كبير وروح عالية ومهارات موجودة في مباريات النساء، كنا بالفعل نشاهد مباريات تستحق المشاهدة، وفي مباريات كأس العالم كنا نشوف ملاعب ممتلئة، دليل على أن هناك يعني الجمهور كرة القدم الذواق
يحرص على متابعة هذه نعم المباريات النسوية. الآن ستيفاني فرابارت وهي الحكمة الفرنسية التي أدارت فرنسية مباراة كوستاريكا وألمانيا، يعني هذه الحكمة شاهدناها تدير مباريات في الشامبيونز ليج، يعني أقوى بطولة أوروبية للأندية للرجال، أدارت فيها مباريات. تحضيرها وتجهيزها من أجل أن تقود مباراة في كأس العالم، هذا تم خلال السنتين الماضيتين وهي حققت ذلك يوم أمس. وأعتقد أنا حقيقة يعني لم أشاهد مباراة كوستاريكا وألمانيا بحكم سفري، ولكن يعني كوستاريكا وألمانيا كانت مباراة أعتقد مثالية في كل شيء حتى من الناحية التحكيمية. بالنسبة لسؤالك أخي ميلاد، هل هذا سيشهد نقلة في عالم الكرة النسوية في البطولات القادمة؟ نعم سيشهد، وأعتقد أنه الحكم المرأة لن تختفي أبدا في القادمة. مباريات كرة القدم الرجالية، علما بأنه يعني كان سابقا الرجل يدير مباريات نسائية في بطولات، لكن الآن فيفا حرص على أنه مباريات النساء فقط تديرها النساء، ليس كنوع من يعني الفصل. التعصب، ولكن حتى إعطاء الفرصة لأكبر عدد من صحيح المحكمات. نعم صحيح صحيح. لنشرح قليلا للمشاهدين الفرق بين المباريات الإقصائية والمباريات المجموعة التي ستنتهي اليوم. نعم، اليوم هو آخر يوم في دوري المجموعات، عرفنا 14 فريق، اليوم سنعرف الفريقين الآخرين المتأهلين من المجموعة السابعة والثامنة، وبعدها طبعا حتنتهي ونعرف من سيواجه من في دور 16. دوري المجموعات هو الدوري اللي هو دور النقاط، في عندك بيكون في 32 فريق موزعين على 8 مجموعات، يصعد في النهائي الأول والثاني، وكان مسموح التعادل في المباريات. الآن إلى المباريات الإقصائية النوك أوت، لا مكان للتعادل، يجب أن تنتهي المباراة في الوقت الأصلي أو التعادل استمر في الوقت الإضافي، هناك وقت إضافي ومن ثم ركلات ترجيحية إن احتاج الأمر. هذا يعني أننا سنشاهد مباريات مختلفة، وأن الفرق نفسها ستتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة. تعرف أنك يجب أن تعطي أحسن ما عندك في 90 دقيقة حتى تعطي يعني أفضل صحيح. نتيجة، ولا تلعب للتعادل بتاتا. وكثيرة كثيرة هي الأمثلة طبعا اللي اختلف فيها حال الفرق من دور المجموعات إلى المباريات الإقصائية. أكبر مثال بعطيك إياه، معلش يمكن مثال بعيد، من 1982 مونديال إسبانيا 1982، لما إيطاليا في الدور الأول أخي ميلاد عملت 3 تعادلات وكانت نتائجها سيئة، لتنطفئ في المباريات الإقصائية وتفوز على الأرجنتين وتفوز على البرازيل وتفوز على بولندا وتفوز على ألمانيا في المباراة النهائية وتحرز الكأس. إذن شتان ما بين المباريات الإقصائية وطبعا ومباريات دوري المجموعات. وكثير من خبراء كرة القدم يقولون لك كأس العالم يبدأ عندما تبدأ المباريات الإقصائية، لأن حجم الإثارة يكون أكبر أكبر بكثير. صحيح، لأنه ما لا مكان للعودة، ما في عودة. رح إطلاقا. أقطع أنا وأنت بسرعة أستاذ خالد لو سمحت لضيق الوقت على مباريات اليوم وترجيحاتك أو تعليقاتك. اليوم سنشهد فإذا عند 6 مباراتين وعند 10 ساوث كوريا وبرتغال عند 6 وغانا والأوروغواي. هل هناك ترجيحات لفرق على حساب فرق أخرى؟ يعني بين ساوث كوريا وبرتغال. البرتغال اوريدي تأهلت لأنه عندها 6 نقاط، لكن ستعرف إذا كان هي أولى أم ثانية، وأعتقد هي أقدر أن تفوز بالمركز الأول. كوريا الجنوبية عملت مباراة استحقت عليها إشادة كبيرة جدا طبعا مع المنتخب الغاني، وكانت تستحق على الأقل تعادل، لكن وضعها صعب لأنه عندها نقطة، يجب أن تفوز على الأوروغواي أو الأوروغواي تفوز عليها على اللي بيصل 4 نقاط عنده فرصة. أوكي. لكن غانا مهمتها مع البرتغال وهي مهمة إطلاقا ليست سهلة. سهلة. طيب أيضا عند 10 رح ستلعب صربيا مع سويسرا والكاميرون مع البرازيل. كاميرون كيف سيواجه برأيك الليلة البرازيل؟ مش أول مرة البرازيل والكاميرون بيلعبوا في كأس العالم، آخر مرة لعبوا في 2014 والبرازيل كانت هي دائما الفائزة. الآن البرازيل متأهلة بطبيعة الحال وعندها 6 نقاط رصيدها كامل، هل تعمل البرازيل زي ما عملت فرنسا مع تونس لما المنتخب مدرب المنتخب الفرنسي ديشان اشرك التشكيله الاحتياطيه، ام انه يعني المدرب البرازيلي بيعطي الفرصه للمعظم الاساسيين؟ لكن الكاميرون فرصتها ليست سهله، خاصه انه سويسرا اذا فازت على صربيا فسويسرا هي التي سترافق المنتخب البرازيلي، فاعتقد مجموعتين لهم نفس الموقف، نفس التشابه الكبير يعني بينهما.
على مواقع التواصل أيضا قرأت خبر عن، وهون بدي أسألك عن صحة هذا الخبر والمعلومة، على أنه يبدو أنه فرنسا تتجه إلى أن يعني مثل ما بيقولوا أن تحتج على ما قام به الحكم باللجوء إلى الفار بعد انتهاء الصفارة، يعني بعد الصفارة. هل تعتبر أنه هذا شيء محق بما يتعلق بالجول مع تونس؟ والله إذا فرنسا فعلت ذلك من باب تسجيل موقف، أما أن مباراة تعاد أن النتيجة تتغير إطلاقا، هذا لم يحصل أبدا في تاريخ كأس العالم. ياما مباريات يعني كان فيها أخطاء تحكيمية وبالنهاية طبعا يعني بقيت النتيجة كما هي. وبالنسبة لهدف فرنسا الملغى بالمرمى التونسي، كان في رأي وجهة نظر وكان في فار، وبالتالي يعني حتى المنتخب الفرنسي مفروض أنه هو متأهل، فالموضوع يعني حتى لا لم يؤثر حتى على صدارة مجموعة. نعم، حتى لو الواحد بتأهل يعني مرات أيضا الخسارة لها طعم، يعني مثل فرنسا، مثل يعني هي يعني الفائزة بالمونديال بفتكر ستتذكر لسنين وسنين هذا اللعب مع تونس. على ديشا ان يلوم لاعبيه، وعليه ان يلوم نفسه لانه هو لم يلعب صحيح. بالاساسيين، وعليه ان يعني يبارك للمنتخب التونسي اللي كان افضل منه في كل شيء في تلك المباراه. صحيح، شكرا لك المعلق الرياضي الاستاذ خالد الغول، شاركتنا الحديث اليوم مباشره من الدوحه، شكرا جزيلا لك.